واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طمع ستديك الدشاج وهذا انت عايزه لا ما تختار لازم تدرس مع بعض كابتيشن هيك كابتيشن ببساطة خالص بيأثر لك عمر الضخ يعني لما الضخة دي انت اخترتها اختيار سليم وركبتها بالنسبة للسكشن سايت تركيب سليم ممكن تعمر معك 30 ساعة لو تجاهلت الكلام ده كله طبعا عن جهل لأن في ناس بيخشوا في موضوع التصميم بتاع الحاجات دي وما عندوش فكرة عن ايه كابتير ما عندوش فكرة عن ايه سيستم كاب وتبص على طول بيختار ترمبات ويدفع الدولة ملايين وفي الآخر مفيش بديل يعني كمثال لو انت جبت بامب كمثال والراجل ده او الراجل اللي غلط الغلط اللي جاب بامب المتيرة بتاعها كاست اير معناها بيركبها مكان بامب كانت ستينلس ستيل والناس اللي ركبوها من 30 سنه ركبوها الترتيب الصح يعني درس الاتش والكيون المطلوبين ودرس الكابيتيشن وراح مركبها ترتيب سليم عاشت معانا 30 سنه او عاشت في الخدمه 30 سنه ما فيش خدش فيه. الأخونا لما جاي يجدد أنا والله الترمبات مهندسين مسؤولين عن المحطة والترمبات دي كفاية عليها كده لأنه الفلويد بتاعها الماكسيمم كان كذا إحنا عايزين نزود 20% فكل عام نزود 20% وبدل ما يجيب ستينلس ستيل زي القديمة جاب زهر. فبنسأله يا عم ليه جبت زهر؟ قال لي زهر أرخص. طب تعالوا نفكر في الرخص معرفش أنا قلت لكم الكلام ده ولا لا قبل كده. نفكر في الأرخص يعني إيه نص؟ قال لي آه نص، قلت له أوكي. سألت المهندسين بتوع صرف صحي، يا جماعة الستينلس ستيل باين قدامنا هو عمره 30 سنة وما اشتكتش. لو ما كانتش الفلوريت زادت الزيادة الكبيرة دي كان ممكن تكمل 30 سنة كمان. طب أخبار الزهر إيه عندكم بيعيش كام سنة؟ قالوا لي خمس سنين. يبقى مين الأرخص بقى؟ بتقول لي انا هدفع ثمن البضاعه ضعف وهتعيش معايا 30 سنه ست اعمار الكاست اير لازم يبقى ارخص ان انا اجيب ستينلس ستيل مش كده ولا ايه؟ انا بتكلم عن لونج ران لان انت هتيجي للدوله تيجي بعد سنه ولا بعد اثنين تقول له انا عايز ترمبات ثاني ليه يا عم؟ انا اتبرت. طب الناس اللي قبل كده عملوا ايه ترمب بعد 30 سنه؟ طبعا الناس اللي هم بياخدوا قرارات فوق ما يهموش بقى كابيتيشن ولا يهموا الترمبة اللي فاتت عمرت 30 سنة الترمبة الجديدة اتعمر أكتر وهكذا يعني خبرة بقى الكلام ده. هنتكلم على كابيتيشن الحقيقة هذه المحاضرة يعني كابيتيشن موجود في كل حاجة بتقابلك فيها ليكويد فلو يعني مثلا لو عندك فالف تقفله يخرج الفلو يسبب نيجاتيف بريشر ممكن يبقى فيه كابيتيشن. لو عندك فنشوري انت عارفين فنشوري فيه اختناق والاختناق ده انا ما حسبتش في موضوع كابيتيشن ممكن يحصل كابيتيشن ممكن يحصل في البامبس ممكن يحصل في الووتر تيربلز اللي هي عندنا في السد العالي زيها الى اخره يعني بيقابلني في حاجات كتيره فيها ليكويد فلو عشان كده احنا بندرسه في البامبس المحاضره دي بالذات فاليد للروتو دايناميك بامبس اللي هي سنتريفيجا اكسل فلو بامب والميكس بينهم اللي هي كلها تحت روتو دايناميك البوزيتيف بامبس لها معامله خاصه معامله نتكلم على يعني هنا هو احنا خدنا بامب ادي السكشن بايب هي نهايتها ودي الفلانجه بتاعتها وانا مركبها على السكشن فلانج بتاعت البامب وبنشوف بقى اقل ضغط موجود فين هيبقى في اخر السكشن بايب بالنسبه للبايب هيبقى اللي هو الضغط في نقطه واحد اما ادخل جوه الفلانجه بتاعت هتلاقي الضغط طول ما انت ماشي عمال بيقل من واحد الى اثنين الى ثلاثه عمال بيقل نوصل لاربعه اربعه دي جوه الامبلر اربعه جوه الامبلر الضغط بيقل اكتر وبعد كده الضغط يبدا يرتفع نتيجه للسنتريفيجال اكشن. انا عايز اقول الضغط عندي ادي توزيع الضغط اهو في المنطقه من واحد لغايه خمسه
من 1 إلى 5 الضغط بيقل بيقل لغاية ما يوصل المينيمم بريشر بتاعه عند نقطة 4 اللي هي نقطة جوه الإمبيرف. طيب تعال نشوف، يعني طبعا أنت بتقيس بريشر جيج بـ HMS، ما هوش MS، ما هوش HMS اللي هو أقل ضغط، كلام واضح، هيبقى جوه الإمبيرف وهنعرف ليه الحكاية. برضو ده عبارة عن صورة طبعا واحد جاء في القصر حط ساكشن باك وقفله عشان يعمل ابحاث على الكبريش، يعني عرض البامب الكبريش زي ما انتم شايفين، هو قفل الباب فاداله فيبر دروبلتس، الفيبر دروبلتس هي جايه من انه الضغط اللي عندك هو لما خانق الباب الضغط بقى وصل لاقل من الفيبر بريشر، فاللي يكون الضخ عمل الفيبر دروبلتس، وطول ما انا ماشي البريشر عمال بيقل في الفوليوم بتاع البابل بيحصل له ايه؟ عمال بيزيد وزن هنا بقى اكبر خالص اللي هو عنده نقطه 4. تعال نقول انا عندي في فيبر فورميشن، سواء طبعا ما حدش بيحط ابدا فالف في السكشن ويقفله عشان يعمل تفتيش او يقفله عشان يقلل الدشارج، قلنا طبعا هيبقى ده سبب الكابتيشن، فهيبقى موجود الفالف بس مش هتستعمله. امتى تستعمله؟ لما عايز تخلع البامب دي وتروح تعملها صيانه، اوكي، يعني ايزوليشن بقى. انما هو الاخ اللي عمل الحكايه دي كان بيعمل ابحاث على الكابتيشن وقال لك عشان يشوفه بعيني. طيب تعال نقول الفيبر بابل اتكونت بقى في المنطقه دي وكبرت خالص، ونتيجه للسنتريفيوال اكشن عماله بتطلع لبره، تطلع لبره وبعد كده المنطقه فيها ضغط عالي. هيحصل ايه للفيبر بابل؟ هيحصل لها كولابس. ما بيحصل لها كولابس، تعال نبص كده فيزيكالي للموضوع. يعني يعني انا عايز اقول انا عندي ده الامبلر اهوت، وهنا ادي الريش بتاعتنا، واحنا قلنا الفيبر بابل بتتكون اكبر حاجه او مينيمم بريشر كانت على نقطه 4 اللي هي جوه الامبير. طيب نتيجه للسنتريفيوال اكشن بتاع البامب او بتاع الامبيلر، الميكشر بتاع الليكويد بيطلع لبره، بيطلع لبره، يعني هتوقع هنا الفيبر بابل مع الليكويد بيطلع لبره، يبقى ادي الفيبر بابل موجوده بره. ايه اللي بيحصل؟ الضغط عليها عالي، الضغط بتاع حواليه فيبر بابل وحواليها ليكويد بارتكلز، ليكويد بارتكلز بتضغط عليها بالضغط، هنقول ده الضغط بتاع الدليفري اهو. ايه اللي هيحصل؟ هتنفجر. يعني ايه تنفجر؟ يعني ترجع تتحول تاني الى نقطه ليكويد. طبعا الناس كان ممكن ديسترويد اور كريت زي ما احنا عارفين، يعني الفيبر هتحول لليكويد تاني. الحجم بتاعه قد ايه؟ حجم الليكويد بالنسبه لحجم الفيبر بنفس الكميه قد ايه الحجم؟ واحد على كام؟ واحد على 1000 بس، مش كده ولا ايه؟ يعني زي بتاع الهواء 1 على 800، يبقى 1 على 1000، يبقى معناها الاريا او الفوليوم ده كله اتحول من النقطه دي، اصبح الليكويد بارتكلز قدامها كانت قبل كده في مقاومه بين حاجتين، الفيبر بابل اللي جوه زائد السيرف ستنشن بتاع البابل، ومن الناحيه الثانيه الدليفري بريشر اللي هو بتاع الليكويد بارتكلز. طب احنا جينا هنا وحصل كولابس، يبقى المقاومه الداخليه اختفت، مظبوط ولا لا؟ المقاومه الداخليه اختفت، ايه اللي بيحصل؟ لسه الليكويد لو بريشر وعمال بيضغط كده، هتبص تلاقي بيجري كده وراح ضارب في الريشه اللي هنا دي. يعني تخيل واحد بره وبيضغط على الباب وفي واحد تاني قده بالظبط بيضغط عليه، فالباب هيفضل مقفول. انا جيت اديت اوردر من غير اخونا اللي بره يعرف، تعالى اختفى او سحبته كده، فسحبنا لسه بيضغط في الباب، ايه اللي هيحصل؟ الضغط ده بتاعه هيتحول لكينيتيك انرجي، هيجري يخبط عشوائي بقى، يخبط في الباب، يخبط في الحيطه، يخبط في اي حاجه. العمليه دي مستمره، العمليه دي مستمره. ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقي في ايروجن بيبدا هنا عند الاوتر البريفري بتاع الانترنت. طيب في نفس الوقت هو خلي بالك الفراغ اللي اتكون نتيجه للكوندنسيشن او نقدر نقول للانفجار بتاع كولابس بتاع فيبر بابل
الضغط انا هتحول لسرعه. السرعه دي كام؟ السرعه دي قد ايه؟ يعني كان هيبقى عندك جيتس صغيره مايكرو جيت بتمشي بسرعه عاليه وبتخبط في الميتال بتاع البلير وبتخبط. جماعه بتوع الماتيريال قال لك في علاقه بين السرعه بتاعت الجيت والايروجن اللي بيحصل. معناه ايه ببساطه خالص؟ ان انت الجيت لما خبطت بتعمل بريشر معين، بتعمل ستريس معين، يقدر يحسب علاقه الستريس اللي بيحصل علاقته ايه بالفلوستو اوبجيكت. طب دي لما حصل ديستراكشن، لما حصل تآكل او ايروجن، معناها انه الستريس الناتج من الجيت امباكت اكثر من الايه؟ اكثر من الالتيميت تنسايل ستريس بتاع الماتيريال. مظبوط ولا لا؟ يقدر يحسب بقى الحسبه. احنا ممكن الجماعه بتوع الماتيريال يدوا لنا اسئله ونحلها، جيب البريشر واقسمه على الاريا ولا ما اعرفش البريشر هيساوي ستريس الى اخره. يعني يقدر يجيب الستريس الناتج من الامباكت اوبجيكت ويقارنه بالستريس بتاع الالتيميت، لانه حصل فيلير في الماتيريال. يبقى احنا الستريس الناتج اعلى من الالتيميت تنسايل ستريس بتاع الماتيريال. طبعا هو عارف دي كاست عارف الالتيميت تنسايل ستريس ما اعرفش كام، عارفه من كده بيقارن الاثنين ببعض بيطلع له الفيلوستي اوبجيكت تساوي مثلا او اكبر من سرعه الصوت. سونيك سبيد او ايه بقى اللي احنا بنتعامل مع ميه ووتر؟ كام ده سرعه الميه؟ كام سرعه الصوت في الميه؟ 1000 وكام؟ 1400 1300. يعني سرعه احنا بنقول السرعه في المواسير 2 3 متر. لا ده جوه في كوبيتيشن بتحصل سرعه تعدي او تقارب سرعه الصوت فبتعمل لك الدمج. اوكي طيب عايزين يعني انا عايز بقى اشوف ليه حصل كريتيشن. فاول حاجه بقول اقل ضغط في البايبنج سيستم هو السكشن سايد. في السكشن سايد لانه في الدليفري سايد الضغط زاد، هيبقى اتش ام اس زائد الضغط بتاع البامب. يعني ميه داخله بضغط 5 هتطلع ب 50، يبقى البامب اعتقد 50. فانا بقول له لاي سيستم اتش ام اس هتساوي اتش سكشن ناقص اتش بوست سكشن ناقص في سكوير على 2 جي. ده الضغط اللي هو قلنا عليه في نقطه واحد مش كده في نهايه السكشن بايب. طب تعالى بقى نقول ايه اللي حصل عشان نقطه 4 الضغط يقل فيها. جوه الامبلر في ضغط اقل. انا بقول الامبلر ده شغال بنظريه الفورس فورس. الخلاط قلنا اللي كان فيه ميه لغايه الليفل ده، ولما دورناه خد الشكل ده، الووتر ليفل خد الشكل ده. وقلنا ان عند الاوتر بريفري الضغط بيزيد فوصلناه بالدليفري سايد، وعند السنتر لاين الضغط بيقل. يبقى انا هكسب من الحكايه دي انه هنا نتيجه للروتيشن الضغط بيقل في عند المحور بتاع الروتيشن. وده التفسير الوحيد لانه الضغط قل كمان في نقطه 4 عن اتش ام اس. فانا بقول له المينيمم بريشر انسايد البامب بتاعتك او انسايد الامبلر هو اتش ام اس، الضغط اللي داخل بيه ناقص اكس. اكس ده بنسميه دايناميك هيد بريشر، الانخفاض في الضغط ديو تو فورس فورتكس نير الامبلر. يعني الفورس فورتكس في الحته دي بيعمل لنا نيجاتيف. فانا هقول ده قيمته اكس. وهنشوف طبعا لو رحت المعدات بتاع الفورس فورتكس هتلاقي بيعتمد على سرعه الدوران وبيعتمد على الراديوس بتاع التانك بتاعك. في سؤال؟ اوكي طيب عشان الشنطه بتاعتك دي عامل زي المحصلين بتوع الضرايب. ها اوكي خليها انت مش شايفني؟ شايف خلاص مفيش مشكله. اوكي فانا بقول الاكس دي انا ده اقل ضغط بقى اللي هو اتش ام اس ناقص اكس. فانا بقول لو كان اقل من الفيبر بريشر بتاع الليكويد اللي انا بعمل له بامبنج، يعني بعمل بامبنج الميه واخدها من البحر درجه حراره 20. طب الفيبر بريشر بجيبه ازاي؟ هروح للستيل تيبل درجه حراره 20 يبقى ده اعتبره ساتوريشن، يبقى حدين الفيبر بريشر في ساتوريشن، يبقى ده اقسمه على دبليو يديني الاتش فيبر. انا بقول له لو كان اتش مينيمم اللي هو نقطه 4 اقل من اتش فيبر يبقى ابشر، هيبقى عندك كافيتيشن، هيبقى في فيبر فورميشن وبعد كده ديستراكشن والكلام ده كله دامج للحراسه.
طيب انا بقول له اكس دي اللي هي داخله في اتش مينيمم فانكشن من ايه؟ بالنسبه لي دي اكس دي بتاعه البامب، كل بامب هتبقى مختلفه عن الثانيه في الشيب وفي الار بي ام وكده. فانا بقول السنتر هي فانكشن من السبيد من الدشارج من اتش ام الى اخره. لو عايز ادخل بقى درجه حراره الليكويد دخل كده، المهم دول المين فاكتور اللي عندي. الناس قال لك اكس دي هتبقى الوحدات بتاعتها متر زي الهيد، زيها زي الهيد. فتعال نقول هنقسم اكس على اتش ام الهيد بتاع البامب، هيطلع لي ريشيو بنسميها سيجما اللي هو بيسموها كافيتيشن فاكتور. يبقى الكافيتيشن فاكتور اللي انا عايزها هتبقى فانكشن من الكلام ده بنجمعه مع بعض في صوره الاستشفت ستيل. يعني هتقول لي سيجما اللي هو كافيتيشن فاكتور، والراجل اللي اخترع او اكتشف الموضوع ده اسمه توما، حتى بيسموها توما كافيتيشن فاكتور، فهي فانكشن من الاستشفت ستيل. يعني اي ريفرنس هتفتحه هتحسب للبامب بتاعتك ان اس كام، منها تقدر تجيب كافيتيشن فاكتور. وبالتالي استفيد بقى من القصه دي ان انا عايز اشتري بامب، لو عارف ان السبيسيفيك سبيد اللي هو سيجما بتاعتها كان ده، مش عارف احسب ان اس. طبعا بتحسبها عند البيست افشنسي بوينت، عند البيست افشنسي. فبقول له خلاص عرفنا سيجما من اي تشارت او من اي جدول او كتاب فيه كلام. فبقول لك على طول انا مش عايز كافيتيشن، اقول له ببساطه خالص اقول له اتش ام اس ما السيجما اتش ام لازم تبقى اكبر من اتش فيبر ناس اتش اتموسفير. يعني طبعا انتوا عارفين احنا في الفلويد ميكانكس بنشتغل جيج سيستم، جماعه بتوع الثيرمو بيشتغلوا ابسولوت، فاحنا بناخد منهم اتش فيبر هقسمها، يعني هتبقى بي فيبر ناس بي اتموسفير على السبيسيفيك ويت بتاع الليكويد اللي هو المعادله دي، هي ده المفتاح بتاع البامب بتاعتك انها تشتغل من غير كافيتيشن او من غير ما يحصل دامج لها بالكافيتيشن. اوكي، هنا ده عباره عن يعني كير خاص بكافيتيشن فاكتور اللي هو سيجما بس مقلوب كده، وهنا السبيسيفيك سبيد بتاع البامب. كل ما زاد السبيسيفيك سبيد هتلاقي الكافيتيشن فاكتور بيزي. زي ما قلنا طبعا بيبدا كافيتيشن امتى؟ لو نقطه 4 او في نقطه معينه الضغط فيها وصل لقيمه اقل من الفيبر بريشر، وبعد كده بيحصل كولابس ومش كولابس والكلام ده كله. يعني انا عايز بقى اشوف لو انا واقف جنب بامب ازاي احس ان فيها كافيتيشن. طبعا البامب بتلف، يعني البامب اللي عندنا تحت في المعمل لما تسمع صوتها كده هتلاقي صوتها جميل ومفيش اي مشكله، فلو عادي خالص. طب لو في كافيتيشن هتسمع صوت البيبر بابلز اللي بتتكون، ها اللي بتتكون وتنفجر، تتكون لو عندك فصل في الحضانه كده وديت الولاد بالونات هتلاقي كل واحد عمال بيفرقع البالون، هيبقى الفصل ده من بره تقول الله ده في اطفال هنا وبيفرقعوا البالونات يعني في. لكن تعال نقول البيبر بابلز لما بيحصل لها كولابس تدي لك صوت نويز، البامب في حد ذاتها لها نويز معين. يعني لو فصل فيه اطفال هاديين هيبقى له نويز ليفل معين، لو في بالونات بتنفجر هيبقى النويز اعلى. هنا بقى الانفجار بتاع البالونات بيبقى شبه ايه؟ مكتوب هنا اهو اهي عشان بس نبقى واضحين، دي انا خدتها زي ما هي. It sounds like gravel. gravel يعني حصب مش كده؟ او زلط حصب. inside a concrete mixer. الجماعه اللي عندنا تحت بقى ماتيريال بيجيبوا خلاط كده ويقعدوا يعملوا ابحاث على الخرسانه، بتسمع الصوت بتاع الزلط وهو بيقلب جوه الخلاط. فالصوت ده بالظبط هو في قلب البامب اللي بتعمل كافيتيشن. مره كنت بزور محطه كبيره، محطه ري كبيره، الموتور بتاع البامب الواحده فيها 10 طنبات، موتور 2 ميجا، يعني البامب مثلا قد عايز اقول قد السقف من هناك مش من هنا، يعني ضخمه جدا. وسامع، انا سامع الحصو ده، صوت الحصو اللي في قلب المايه. قال لهم في ايه؟ باشمهندسين في ايه؟ قالوا لي في كافيتيشن. طيب متشكرين، طب عملتوا ايه؟ قالوا لا مفيش تآكل مفيش تآكل، لا دي ماتيريال جامده. فالصوت واضح قوي ان في زلط، يعني لو اي واحد ما يعرفش القصه دي يقول لك ده في زلط دخل جوه او في ماده صلبه دخلت.
الصوت ده دليل على انه فيه مشكلة ولازم تحلها. لازم. الحاجة التانية طبعا ممكن بقى نيجاتيف بريشر يتكون، لو بريشر الى اخر هنشوف. هو بيقول لك كمان كابيتيشن ليدز تو اكسسيف فايبريشن، اي مكنه بتلف لها فايبريشن. بس بنروح للناس بتوع البالانسنج يظبطوها، زي الراجل بتاع الكوش بيقول ايه، بيرصصها، بيحط في العجله بتاعت العربيه حته رصاصه كده ويقعد يعمل بحيث انه تبقى العجله بالانس والعجله بتاعتها ما تهتزش. لكن في فايبريشن بس مش حاسس بيها او يعني مقبوله. لما يبقى فيه كابيتيشن يبقى الفيبر بابل بتتكون وبتنفجر، يديك فايبريشن اكتر وعشوائيه بقى. الفايبريشن الزياده دي بتاثر على حاجات موجوده في البحر. يعني كمثال هتزود طبعا قلنا الفرق بيحصل له فيتي وير اوف بامب بارتس. بعد كده لما تقول لي يعني الشافت اللي انا مركب عليه الامبلر والامبلر فيه كابيتيشن هتلاقي فيه فايبريشن جامده عليه، طب انت شايله على بول بيرنج هيحصل له فين يا بالبيع والسيل والكلام ده كله، يعني بيسبب لي مشاكل في البامب. ده هي صورة الحقيقة يعني كان لها قصة يعني أحكيها لكم. أنا كنت في المحكمة عند النيابة أتكلم في تقرير، أنا وكان دكتور معانا مصطفى الحضري محترم جدا وكان أستاذ المنبر، فخلصنا الشغلة بتاعتنا فما لهاش علاقة بالطب. فمشيين احنا ماشيين بقى وكنا قاعدين صحرة كبيرة مع وكيل النيابة، فسلام عليكم. قال لي لا أنا عايزك. قال لي يعني إيه تكهف؟ وكيل النيابة. كنت أنا عملت تقرير قبل كده في محطة صرف في السيوف وقلت لهم أنا متوقع الطرمبات اللي أنت جبتوها دي يحصل فيها تكهف. الراجل بيقول لي يعني ايه تكهف؟ قولوا لي اقول له ايه بقى؟ وكيل نيابه ما اعرفش يعني ايه بيبر بريشر، ما اعرفش كذا كذا. بس عايز يفهم. قلت له ببساطه خالص، حضرتك شفت الخشب المسوس؟ قال لي اه. قلت له الحديد بيسوس. طبعا قلت له هبعت لك صوره. رحت بعت له دي ادي بقى وكاتب له هنا بدون تكهف. البلد جميل خالص ومفيش اي مشكله. تعال نشوف لو حصل تكهف. يا عم زي الخشب المسوس. طبعا لو استمرت الواحد عنده كرسي مسوس واستمر السوس عمال بينتشر فيه هيجي يقعد مره على الكرسي يحصل كومبليت فيلير للكرسي ولو. فبرضه نفس الحكايه، بيبدا البيتنج على الريش من بره وبيستمر بقى بيدخل لجوه. يعني ممكن يبقى بيتنج يبقى زي السوس او يشيل بقى قطع من المتر بالشكل ده. أو شال من المتر. لا مش خالص للبامب. بعد كده دي مش هتبقى بامب بقى، البامب اللي الريش بتاعتها اتكسرت نتيجة للكابيتيشن. مش هتبقى بامب، مش هتديك لا هيد ولا تشارج ولا حاجة. هتبقى أنت عايز إيه؟ تبقى أنت عايز مثلا البامب دي عايز 100 مليون تاني عشان تشتري بامب. وتروح القيادة السياسية اللي بتديك الفلوس تقول لك الله. الترومبة دي بقى لها سنة بس ولا الاعتماد إحنا عملناها من سنة ولا من خمس سنين. طب الترومبات القديمة أخبارها إيه؟ عاشت كام سنة؟ يبدأ يقارن ويبدأ يبقى سوء إن هي يبقى موجود، مش كده الخليج في كلام يعني عايزين كلهم تشتروا عشان ما أعرفش إيه وإيه. أوكي. برضه بالصور من الدمج اللي بيحصل، يعني كله بيتنج أهو. أهو عامل لك دايرة هنا في بيتنج وأجرة، وإحنا عندنا تحت في المعمل على الترابيزة اللي على يمينك في تو امبلرز نفس النظام، واحد جديد خالص وشيك وما استعملش، واحد تاني فيه البيتنج وفيه الدمج بتاع الكابيتيشن. برضه شال من الريش. طبعا بعد فترة هو هنا بيقول لك فيه هولز. فيه هولز هو في الكفر بتاع الريش. اهو فيه هولز. بعد كده ما تبقاش حاجة. هنشوف بقى احنا قلنا العلامات بتاعته النويز والجرافل والكلام ده كله والفايبريشن. انا حكيت الفايبريشن، الناس اللي بيعملوا اجهزه قياس الفايبريشن دول اثنين في الدنمارك اسمه بي اند كي، واحد اسمه بي والثاني كي، معرفش يعني ده الانيشالز بتاعتهم. كانوا بيصنعوا الاجهزه دي للكليات الهندسه والمعامل، معامل الابحاث.
طب دول في العالم يمثلوا ايه؟ عدد محدود. الراجل قال لك طب انا ودول هيشتروا مره وخلاص مش هيشتري على طول. قال لك انا هعمل ايه الجهاز ده بدل ما الطلبه تقيس بيه فايبريشن وما اعرفش ايه، لا اخليه للصناعه. فجاب بامب عاديه خالص وعمل لها بيسموه سيجنيتشر او بصمه شكل الفايبريشن بتاعها ازاي. جاب البامب دي وعرضها للكيفتيشن، هتبقى حاجه بقى ملخبطه خالص، ده مش جامد او يعني النويز الفايبريشن بتبقى جامد، سواء كان بيسموه ايه بتاع الفايبريشن سبيكترم فريكونسي وايه تاني جامد. انا ناسي، بس طبعا لما تيجي توصل الفايبريشن بتقول الامبليتود والفريكونسي والكلام ده، فزادت خالص، فبيقدر يقول لك لو طلع بالشكل ده يبقى كابيتيشن. فعلى طول طبعا بقى بيع الاجهزه دي للصناعه، اي واحد عنده محطه بامب ستيشن هتلاقي عنده الجهاز ده، وهكذا في الزباين كتر. فانا عايز اقول من الفايبريشن تقدر تكشف فيه كابيتيشن او لا. انا عايز اقول طبعا سبب حدوث الكابيتيشن يا اما في الاول خالص الاخ اللي اختار البامب غلط، يعني انا عندي بايبنج سيستم وكان فيه بامب شغاله تمام وبنقول له كبر الفلوريت بتاعها، يعني هيشيلها ويحط بدلها بامب لم يدرس الكابيتيشن. هذه اول حاجه، يعني مع اختيار غلط للبامب. الحاجه الثانيه، واحد بقى بيصمم سيستم جديد ما خدش في اعتبار موضوع الكابيتيشن، بيحط البامب في اي حته والسكشن بايب تقولها اي حاجه وخلاص والقطره اي حاجه. يعني كمثال هو بنقول له مثلا كلوب سكشن بايب، يعني ايه كلوب سكشن؟ انا هفترض انه في واحد صمم السيستم بتاعه تمام، بس لاي سبب من الاسباب حصل انسداد في السكشن بايب، حصل انسداد في السكشن بايب. يعني هضرب مثال خالص بسيط، في عندي منصه في وسط البحر في الماكس قدام سيجاره، المنصه دي بتاعت شركه بتروكيماويات، كانوا بيستوردوا غاز لفوبايت بولي ايثيلين ولا ايثيلين ايثيلين ليكويد عند درجه حراره كام؟ انت كنت عندهم ناقص 100 ولا حاجه؟ 176 ناقص 176 ناقص 176 درجة الحرارة بتاعت الليكوفايد إيثيلين عشان يعملوا منه البولي إيثيلين والحاجات البلاستيكات اللي كلها البي بي سي وهو كل ده بيجي ليكويد عن طريق البحر، بس عايز يحافظ عليه عند الدرجة دي قبل عشان ما يتبخر. لو تعرض حتى المواسير اللي شايلها لو تعرض درجة حرارة الجو هتتبخر وتعمل له مشكلة. فعشان يحافظ على الدرجه دي ففي عنده كولينج سيستم رهيب، في ريفريجريشن سيستم موجود عشان يحافظ على ناقص 176. فانا كنت فاكر انها 160 بالناقص، ماشي مفيش مشكله. فعايزين نقول ناقص 176 بتحافظ عليه، يبقى عندك بقى دايره تبريد، هيبقى من ضمن دايره التبريد انا يهمني البامب، يعني ادي المنصه هي وساعتك حاطط البامب هنا، والبامب دي هتسحب منين؟ من البحر. وطبعا في سترينر هنا عشان ما تاخدش سمك ولا كلام من ده تدخله على البامب، والبامب بعد كده بقى بتروح للبروسس للدايره بتاعت التبريد. اوكي، فايه اللي بيحصل؟ هو حاط سترينر بعد فتره عشان يحمي الانفلر والبامب من اي حاجه تانيه. ايه اللي بيحصل؟ بيتكون اعشاب هنا تسد لك السترينر المولد سترينر، او بيسموه كمان بتوع البحريه الحشف البحري مولد. ها مولد 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 يعني ايه؟ حشب البحر، يعني حاجة زي الصدى كده بس حاجة كبيرة كده محترمة بتبقى على جسم المراكب، فطريات كلها بتتكون من هو وتسد لك. انا لاقي سدت الايه؟ سدت الاسترينر بتسده بارشلي. طب انا اعرف تسدت ازاي؟ كل ده في المية تحت. ما تسدت ازاي؟ عندك بريشر جيج. مثلا هقول كانت الارتفاع ده مثلا 1 متر، هنا دي كانت بتقرا ناقص 1.5، يعني عامل حسابه النص نص متر، فقلب السكشن بايب والسترينر.
لما الاسترينر بتتسد القيمة دي هتبقى ايه؟ بدل تبقى 1.5 هتبقى 2 تبقى 3 الى اخره، عمالة بتزيد معاك لانه الاسترينر عمال بتتسد والنقص بقى بتزيد. طبعا المهندس المسؤول عن المنصة دي او عن البامب دي عينه على البريشر جيج، هو عارف الرقم ناقص 1.5 ايه اللي زوده، لازم يعرف انه السداد وينزل يعالجه او يبعت حد يعالجه. كل فترة بيشيلها وإيه ونقطة بالضبط، يبعت غواصة أو عامل إيه يفك البتاع اللي يركب واحدة من جديدة وياخد البايظة ينظفها ويرجعها تاني مفيش مشكلة. يعني ليه هو زي ما انتم شايفين حصل كلوبينج انسداد للسكشن للسترين، ممكن السكشن بايب نفسها يعني الجماعة بتوع الصرف الصحي المصنع بتاعتهم بالشكل ده وبتسحب المية من التانك والمية فيها عوالق، العوالق فيه زي ما كنتش كل فتره تعمل اي حاجه بحيث تسحبها هتسد لك يعني تقلل لك الكروس سكشن ايريا، يعني الكروس سكشن ايريا بتاعك بدل ما يبقى كده هيبقى بالشكل ده. يعني انسداد في السكشن بايب والانسداد ده عمال بيزيد، كل ده بيزود له نص سكشن بايب يعني ممكن يعمل لك كابيتيشن. اخونا اللي صمم البايبنج سيستم ما خدش باله من الكلام ده فضلع السكشن بايب تو لونج او الدانتر بتاع بلايين او السكشن ليفت. يعني ايه سكشن ليفت؟ انا عندي معادلات لو ارجع لمعادلات الكابيتيشن، هو الراجل جاب البامب وحطها كده من غير ما يحسب الواحد مانتر ولا الكلام، احنا سمينا ده مثلا هقول ده اتش ستاتيك سكشن بيساوي ناقص واحد، مش كده؟ ناقص واحد. طب انا لو عندي معادلات كابيتيشن بقول لك انا عايز اتش ستاتيك سكشن for no cavitation، عايز H static section تبقى أكبر من ناقص نص، يعني تبقى كم؟ أكبر من أظن من ناقص واحد، أقل من ناقص نص يبقى أبشر إن عندك cavitation. ده أنا بقول لواحد جاء ركب ترومبة خلاص وما خدش باله أو يعني ما يعرفش يعني إيه cavitation، فلازم تقول لي هنا أكثر من ناقص نص يبقى تحط لي البامب على ارتفاع 30 سم أو 20 سم، يبقى أنت عندك فيه فاكتور أوف سيفتي. أوكي؟ يعني أما تحط الحاجة كده من غير ما تدرسها يعني مشكلة. واحد عنده عايز يقلل ديشارج فهو فيه عنده إيه؟ عنده سكشن فالف وفيه دليفري فالف، هو قريب منه السكشن فالف راح قفله بارشل. قفله بارشل معناه بيزود اللوسس في السكشن بايب، لازم تتسبب كده. هنا بيقول لك البريشر ديشارج بريشر طول، يعني طبعا لما يبقى الديشارج بريشر الليفر بريشر قليل على طول اوتوماتيكلي الديشارج بتبقى كثيره، يبقى دخلنا في الرينج بتاع الكابيتيشن. اوكي زي ما بنقول انا هو يعني ايه الريزلتس من الكابيتيشن، يعني الرسمه كانت هنا الفيلر اللي حصل فيه كابيتيشن نشوف تأثيره على الشعر هيبقى شكله يعني مش كل هذا الانبلر، وكان فينا نقطة مية اتحولت لفيبر يبقى الفوليوم بتاعكم يعني دي نقطة واحدة، يبقى النت اريا اللي المية هتعدي فيها بيحصل لها ايه؟ بتقل، مش كده؟ النت اريا بتقل يبقى انا متوقع كيو يعني ويس كابيتيشن يبقى كيو هتقل. طب اخبار البابل اللي خبطت هنا او انفجرت والدروبس خبطت هنا ومشيت بسرعه بتساوي مش عارف 1400 متر في الساعه، سرعه كبيره على حساب مين الكلام ده؟ على حساب الانرجي بتاع البامب، على حساب الهيلث يبقى اوتوماتيكال هتلاقي الهيلث بيقل كمان. طبعا كيو قلت واتش قلت يبقى الافشنسي كمان بيقل. الافشنسي زائد اللايف تايم بتاع البامب بيقل. هو يعني بنقول ان هو ريديوس الفلو ريت والهيت بتاع البامب ودروب الافشنسي، وبعدين بنقول النويز اللي جايه من البابل كولابس بعد كده الفايبريشن كتيره هتعمل لي فيلير يعني فيلير سريع جدا للبيرنج وللسيلز على الشعر.
بعد كده الروجن بقى الروجن ده هيأثر لك او التآكل هيأثر لك عن الطب. طيب نروح للمعادلة زي احنا استنتجنا قبل كده فور لو كابيتيشن. المعادلة هي HMS ناقص سيجما HM اكبر من H بيتا ناقص H اتموسفير. الحقيقة سيجما مين بيديهالي؟ المانيفاكتشرر عنده مركز ابحاث وبيعمل تجارب على مودلز ويدينا قيمة سيجما. ده الكلام النظام القديم. دلوقتي بقى في حاجة تانية عدلنا بس ترتيب المعادلة دي، يعني خليت HMS لوحدها وجبت ده الناحية دي. يعني بقت اتش ام اس زائد اتش اتموسفيريك كاني بدل ما كانت جيتش بقت ابسولوت وطرحتها من اتش فيبر اللي هو ابسولوت، يبقى كل ده هيبقى بنسميه نت بوزيتيف سكشن. السكشن سايد نت بوزيتيف. ليه؟ لان انا بقول لك لا انا جبت ده ناحيتي فاصبح ده اكبر من ده. ده في حد ذاته بوزيتيف، يعني المانيفاكتشر هيقول لي الهيد بتاعها كان 10 متر سيجما 3/10 يبقى ده هيبقى كله على بعض 3 متر الإشارة موجبة، يبقى لازم ده عشان يبقى أكبر منه هيبقى بوزيتيف، عشان كده بنقول نت بوزيتيف سكشن هنا. طيب ده الـ A اللي هو يعني افيلبل عندك في السيستم بتاعك. اتش ام اس أظن بيعتمد على البايبنج سيستم بتاعك في السكشن سايد. واتش اتموسفيريك ضغط الجو بتاعك. واتش فيبر درجة الحرارة اللي أنت بتعمل عندها بامبنج ليفل. سيجما اتش ام ده هنقول المانيفاكتشر هيديهولك قيمه واحده على طول، قيمه معينه مفيش داعي بقى اضرب ولا اقسم ولا كلام. قال لك هسميه نت بوزيتيف سكشن هيد ريكوايرد. ريكوايرد يعني ده الافيلبل في السيستم بتاعي، ده ريكوايرد باي مانيفاكتشر. يعني المانيفاكتشر دي يقول لك انت هتاخد البامب دي وخلي بالك ان في اس اتش ار بتاعها بخمسه. هتبص في الكتالوج هتلاقيه خمسه. خلاص تاخد الرقم ده وتقول انا عشان ما يحصلش كريتيشن لازم الافيلبل عندي يبقى اكبر من خمسه اللي اعطاها لي المانيفاكتشر. اوكي؟ تعال بقى نقول الفاكتور اللي بتاثر على ان بي اس اتش افيلبل طبعا يعني الفريكشن في السكشن سايد، الايه كمان الهايت بتاع السكشن سايد، كل الحاجات دي ما فيهاش درجه حراره الى احنا بنقول الافيلبل يبقى اكبر من الكوارد. بكام؟ بكام ده اللي هو السيفتي مارج، فاكتور اوف سيفتي بتاعه. زمان ولغايه النهارده موجوده في الكودز بتاعت مثلا بترول الاي بي اي بتاع البترول لغايه النهارده نص متر. في الكود بتاع ميه الشرب والصرف الصحي الطرمبات بتاع نص متر. اما البامبس الريفرنس الجديده اللي بقى لها مثلا 20 سنه وجاي او اقل، الناس اللي هم مصممين بتوع بامب ستيشن دول ناس لهم خبره في المجال ده، هو خبره عمليه يعني. قال لك الفاكتور اوف سيفتي بتاعك يبقى 1.5. هم كان عنده نص في الاول، لازم لقى قابل مشاكل. قابل مشاكل ان الفاكتور اوف سيفتي نص مش كفايه فخلاها 1.5. يعني انا هشوف ان في ستش ريكوايرد اللي في الكتالوج بتاع المانيفاكتشر كان مثلا 10، ازود عليه 1.5 بقى 11 ونص. اقول يبقى الافيلبل عندي اصمم السيستم بتاع السكشن سايد بحيث ده هو يبقى اكبر من 11 ونص. اوكي؟ طبعا كل ما زودت كل ما فاكتور اوف سيفتي بتاعي بيبقى افضل، كل ما ابقى عايش ومستريح ما يحصلش اي مشكله. برضه من ضمن الفاكتور اوف سيفتي كمان بيقول لك الافيلبل ان بي اس اتش افيلبل نوت ليس ذان 1.35% تايمز ان بي اس اتش ريكوايرد. بمعنى يعني انا عندي طريقتين دلوقتي لحساب ان بي اس اتش افيلبل. المفتاح بتاعي هو ان بي اس اتش ريكوايرد، انا هقول له سيمبلي لو كان فور سيرتن بامب ان بي اس اتش ريكوايرد مثلا هقول 10. في عندي طريقتين، طريقة بتقول لك يبقى ان بي اس اتش اي بتساوي ان بي اس اتش ار ان بي اس اتش ار زائد 1.5 او ان بي 1.35% ان بي اس اتش ار. بمعنى انا عندي ده ب 10 يبقى 10 1.5 ب 11 ونص.
عندي ده العشرة، ده هي العشرة بضربها في ده يبقى 13 ونص متر، وده اخد اي واحد فيهم ها اخد الاكل عشان ابقى في السيف سايد. كل ما زودته يمكن هيكلفني شويه في كونستراكشن، بمعنى انت بتسحب من تانك اهو او من طياره او حاجه وادي الفامبا عايز ده. كل ما خلي بالك ده بيساوي كام يعني اتش ان بي اس اتش ان بي اس اتش افيلبل هو بيساوي اتش ستاتيك ساكشن ناقص اتش اوستراكشن ناقص في سكوير على 2 جي زائد اتش اتموسفيريك ناقص اتش في. معناها ان ده يزيد لو فرض ان كل دول سواء يبقى ده تزود. يعني عايز تخلي ده 2 متر ولا 3 متر؟ انا افضل طبعا. معناها ايه؟ معناها ان سعادتك نفترض ان ده تحت الارض اهو جماعه التوصيل الصحي ده تحت الارض، يبقى هينزل بكل ده هينزل بالمحطه كلها متر ولا 2 متر. مش مشكله في البدايه خالص هتضيفها على التكاليف بتاع المحطه، لكن هتفضل طول عمرك السايق اوكي مفيش مش حامل هم التفتيش اوكي. فهم تو فاكتورز لازم ايه تحاول تحققهم هم الاثنين اوكي. هو السؤال هل لو انا عندي سيستم وفي كابتن هل ممكن اعالجه ولا لا؟ يعني لو انت لسه بتختار البامب يبقى اختار البامب المضبوط. يعني لو انت بتختار البامب فانت عندك ان بي اس اتش افيلبل عندك، اختار بقى البامب اللي تحقق لك الكلام اللي احنا قلنا عليه واضح؟ الكلام اللي قلنا عليه يبقى ان بي اس اتش اب تبقى في دماغك تبقى ما تزيدش عن 5 ما تزيدش عن 6 لكن لو سبتها عايمه كده اي واحد هيجيب لك فامبل فيها كابيتيشن ممكن تكون ارخص من الثاني. فكمان من ضمن الحاجه بيقول لك انكريز البريشر ات بامب انلت. يعني ايه كده؟ انا عايز ازود الضغط يعني فين الرسم؟ عايز ازود الضغط يعني لو انزل بالبامب لتحت اذا كنت اقدر او ارفع مستوى الميه مش كده؟ يعني كل ده هيزود لي الطاقة عند الدكتور. أو لو كان مثلا أنا في اندستري وصاحبنا ده مقفول تانك مقفولة يبقى زود الضغط على الليكويد. لما تزود الضغط على الليكويد هيزود لك الضغط عند الدكتور يلغي لك الكابيتيشن. في إيه تاني؟ مينيمايز الإيه يعني طبعا ريديوس إن بي اس اتش آر ريديوس السبيد بتاع البامب as possible. لما بتقلل السرعة Q بتقل و H بتقل وبالتالي ممكن الكابيتيشن يختفي معاك. minimize the head loss في السكشن باك. يعني ازاي اقلل اللوس في السكشن باك؟ نغير السكشن باك بدل ما هي 2 بوصة خليها 3 بوصة، وخصوصا بيبقى طولها صغير مش كبير يعني واضح. فغير كبر قطر بتاع السكشن باك وقلل الفيتنجز اللي فيها. يعني ايه الفيتنج فيها؟ ما تحطليش فيها 10 بنت، خلي البنت مينيموم، خلي السكند الروس اللي فيها تبقى من. برضو الريموف الدبريز عن يعني ايه دبريز؟ الحاجات اللي بتترسب على الشوائب او القش مثلا ترومبا زي الستريمر اللي دخل عليها بحشر البحر. كل ده لو تشال يرجع للسلينر زي ما كانت ويقلل البوسس في السكشن باك. طبعا هو بنقول لك في السكشن لاين والسلينر. موف ذا بامب كلوزر تو ذا سورس تانك يعني قلل لي طول السكشن باك. الحاجه الثانيه انكريز السكشن لاين ده زود القطر زي ما قلنا. ديكريز السكشن ليفت يعني بدل البامب ده اللي بنسميه سكشن ليفت اللي هو البامب تبقى فوق الماي المسافه دي بنسميها سكشن قلل اذا قدر. فولي اوبن انكريز الشارج بريشر فولي اوبن السكشن لاين فاد يعني حتى في السكشن لاين افتحها على الاخر ما حدش يقفل الباب. وبعدين بيقول لك هنا سيلكت لارج بامب رانينج ات لور ات سلور رانينج سلور يعني ات لو سبيد. يعني لما بتقلل البامب دي تختار يقول لك سيلكت يعني اختيار بقى.
لما تختار البامبر لسرعتها واطية هيبقى الناس بتاعتها واطية لنفس الـ HPU اللي انت عايزه، بس يمكن حجمها هيبقى ضخم. ماشي، مفيش مشكلة. المهم تشتغل عندي في السايت بتاعي، ما تعمليش مشكلة. اوكي، طبعا ان اس ما بتقل، ده بيقول هنا ان بيس اتش ار بتقل كمان. هنا الجدول ده عباره عن جدول بيربط بين درجه حراره الميه السنه يعني مشهوره في البامبي والفيبر بريشر والدنسيتي. طبعا ده احنا جبناه من الجداول بتاعه البخار عندي، اللي هو تي ساتوريشن والبريشر ساتوريشن والدنسيتي بتاعه. فانا بقول لو درجه حراره كانت 100 اهو 101.3 اللي هو واحد وكام، واحد جو يعني واحد. طبعا كل ما درجه حراره بتقل الفيبر بريشر بيقل، يعني بيوريك انه الميه اللي بتغلي بتتبخر عند الهواء الجوي، كمان داخله ضغط جوي في بريشر دروب في السكشن فايف وعند نقطه 4 والكلام ده، يبقى اوتوماتيك لازم تعمل ايه. انا عايز اقول الجدول ده بيقول لك انه الفيبر بريشر اللي انت حاطه في المعادلات فانكشن من درجه حراره. طب انا عندي بامب بتشتغل في الصيف وبتشتغل في الشتاء، هنقول بتشتغل في الصيف عند درجة 50 درجة مئوية مثلا في أسوان ولا حاجة، وفي الشتاء في أسوان هتوصل درجة حرارة 10. طب السيستم ده أصممه على إيه؟ مين اللي عنده ability أكثر من الكافيتيشن أو vapor formation؟ مين؟ المية السخنة. أتصمم بقى على الويست كونديشن اللي هو درجة حرارة. هنا الـ performance curve وإيه اللي بيحصل فيه؟ هذا الـ HQ curve أهو من غير كابيتيشن، وهذا الكيرف بتاع ان بي اس اتش اللي هو الراجل مانيفاكتشر عطاهولي اللي قلنا عليه ان بي اس اتش ار. وهنا كيرف ده هتلاقيه من ضمن الكتالوج، ويمكن قبل كده خدته الكيرفات دي بس ما اتكلمناش على ان بي اس اتش. فانا عايز اقول لو الراجل في السيستم بتاعه حصل كابيتيشن عند 25 لتر في الثانيه، ايه اللي هيحصل؟ بيحصل سادن دروب على طول زي ما انتم شايفين، صدر دروب في الهيد وفي الدشاش، ما بقتش غطي بقى لغايه هنا، لا ده على طول دروب. لو حصل كابيتيشن هنا هتضرب على طول. مره واحد كان بيعمل دكتوراه وقال لي ادي البامب اهي بيزود كابيتيشن ووز كابيتيشن هتبقى كيرف تحتيها كده. بيعمل دكتوراه قلت له انا اسف يعني انت عايز ترجع تدرس كورس بتاع رابعه تاني، بس الحمد لله ما كانش من عندنا كان من المنصور. معروف ان الكابيتيشن بيعمل ايه؟ بيبقى عامل لي سادن دروب في الاتش وفي الكيو وفي الافشنسي كمان، نفس المنظر بتاع الافشنسي. طب تعال نقول لو انا راسم سيستم كير كده، التقاطع بتاعنا هيبقى هنا مثلا عند 55، لو حصل صاحبنا ده هنا كابيتيشن هيديني 15، يعني على طول اوتوماتيكلي اقدر احس عن طريق الفلوميتر انه الدشارج قل، وكمان البريشر لو اتقطع هنا غير ما اتقطع هنا، البريشر هيد كان مثلا هنا 30 هنا بقى 10 12، يعني الكابيتيشن بيبهدل الدنيا. اللي انا عايز اعرف ان بي اس اتش بيجيبوها ازاي؟ ان بي اس اتش ار اللي هو المانيفاكتشر لازم يديها لي في الكتالوجات بتاعته، بيجيب زي مثلا قلنا طلبات بتاعت توشكا اللي كانت بتتفصل لمصر محصول، ولازم يديني معلومات عن ان بي اس اتش ار عشان الناس تركبها في المكان المظبوط وتفضل بقى يعني دي مكلفه مليارات، يعني تفضل مثلا 30 40 سنه لغايه مش بعد 5 سنين، يعني الدستراكشن ده ممكن يبقى بعد 6 شهور اللي تشوفه. فانا عايز اقول هو لازم يبقى عنده معلومات عن الكابيتيشن فاكتور او ان بي اس اتش ار، بيعمل المعلومات دي عن طريق تجارب معمليه، بيبقى عن تيست ريج كلوز تيست ريج. ادي البامب صغيره بقى موديل للبامب اللي عايز يعملها في توشكا. البامب اللي عايز يعملها في توشكا الباور بتاعتها افتكر 12 ميجا وات، حاجه ضخمه جدا، بتدي حوالي 18 متر مكعب في الثانيه. انا بقول الموديل اللي لها هو والموديل ده بنحطه في دايره مقفوله، بتاخد الميه من التانك المقفول اهوت، والتانك ده فيه هيتر
عشان يقدر يغير درجة حرارة السائل، يعني يدرس موضوع كابتيشن اند ديفرنت تمبريتشر. وبعدين الفلو هيبقى داخل من هنا، المدخل ده ممكن يبقى له تأثير على الفلو، فحط حاجة اسمها ستريت ريز ريش عشان تخلي لك، هي بتبقى عبارة عن زي كابيلاري تيوبس عشان تخلي لك الفلو داخل على الطمب ستريت، مفيش أي قدر من الأندوكين. وبعدين يدخل على الطمب وبعدين يطلع بقى بعد كده على الليبر فالف عشان يقدر يتحكم في كمية الفلو، عايز يعمل تجارب كتير ويشوف. وبعدين هنا في فلو ميتر ممكن يبقى عنده بريشر جيج قبل وبعد الطمب. وهنا هو عايز يعرض الموديل ده الكابتيشن عشان يطلع له قيمة ان في اس اتش ار اللي يحصل فيها كابتيشن. لأنه مثلا ممكن يكون عنده جهاز بيقيس الفايبريشن، أول ما يحس الفايبريشن عالي ما يعرف ان في كابتيشن، أو ساوند ليفل ميتر يقدر يعرف عن طريق الصوت ان في كابتيشن. طب يغير ازاي البريشر؟ في هنا متوصل الباك اند بامب، يعني لو أقلوا الترومبة دي أو الدائرة دي مليانة مية بس ومقفول عليها أندر أتموسفيريك بريشر ممكن يحصلش كابتيشن. هو عايز كابتيشن يحصل عشان يشوف القيم بتاعت يطلع منها معلومة، فبيوصله هنا الفاكيوم بامب وبيلعب بقى في البريشر جوه أو الفاكيوم جوه عن طريق الفاكيوم بامب، يعني بالطريقة دي يعرض البامب للكابتيشن. كمان من ضمن الريسيرش أو الدراسات اللي بيعملوها الماتيريال بتاع البامب اللي هو، يعني ممكن يعمل لي يعرضها لكابيتيشن بس وهي كسرة، بعد كده هيعمل تجارب وهو مش عايز يحصل كده، يعمل تجارب باستعمال ماتيريال مختلف، يروح لجماعة بتوع ماتيريال يدونا سبيكة بحيث انها تقاوم الايروجن للكابيتيشن، يبقى انا اعمل كذا حط نيكل حط كروم الى اخره، وياخدها يعمل بيها تجارب ويطلع نتائج يقدر يستفيد. الكربات دهية او الشارف دي عبارة عن القيمة بتاع السيجما اللي هو كابيتيشن فاكتر مع الستيف سبيد لديفرنت ايه ديفرنت بي اف اس، هنا ان اس بايمر ستيف سبيد ده الخاص بالسنترفجل والبروبيلر. نعم الفاليو في اس ده ايه؟ الفاليو في اس هي من هيد فاليو في اس فاليو سيجما، يعني هي فاليو سيجما ما علينا مش يعني سيجما ازاي بتتغير مع ان اس، وهو رسمه لغاريتم ديسكيل فان ديسك ستريت. برضه نرجع تاني ان اس مع سيجما وبرضه لغاريتم يعني اي واحد فيه. هنا الناس بقى بتوع البترول بيتعاملوا مع ليكويدز مختلفة، عايزين نعرف الفيبر بريشر بتاعها قد ايه من باوند بير سكوير انش ابسولوت، وهنا درجة الحرارة يعني في المية بتاعتنا واللي فيه الكحول ريفريجرانت جماعة التبريد الى بوتين ايزوبوتين الى كل الحاجات دي، لانه في بامب بتضخها وبالتالي بتبقى معرضة للكابتيشن. في معلومات الجدول ده بيوريك الماتيريال تأثير الماتيريال ايه على الايروجن ريت معدل التآكل باي كابيتيشن، يعني هو بيعمل الجماعة بتوع الماتيريال بنقول والله هناخد عينة من كسر حتة حيط كده صغير ويعرضها لهاي سبيد جيت وبيحصل فيها نحر. الهاي سبيد جيت لما تخبط فيها بتعمل له فيبر بابلز بتعمل له سيميوليشن للكابيتيشن فبتعمل نحر. تعال نشوف صاحبنا ده كاست اير معدل النحر بتاعه 224 ايه؟ ملي جرام بير للساعتين، يعني 224 ملي جرام يعني من 1000 ملي جرام لمدة ساعتين. طب أنا البامب بتاعتي بتشتغل في السنة كام ساعة؟ 8760 ساعة. يعني ما بصش الرقم ده على إنه ملي جرام، اضرب بقى في عدد الساعات في البامب دي عايزة تعيش 10 سنين يبقى تشوف معدل التآكل قد إيه. أنا يهمني بعد كده المواد التانية، يعني هتلاقي الألومنيوم لمعدل لما تطلع بقى لفوق، يعني نشوف كاست ستينلس ستيل في 18% كروم و 8% نيكل بيديني كام؟ 13 من 224 الى 13 اقسم يعني النسبه كده يطلع لك مقدار رهيب، يعني يطلع لك 17 مره، معناها
الماتيريال لها تأثير في الإيروجين. لما نطلع بقى فوق خالص مادة اسمها رولد ستيلايت، أنا ما أعرفش، أنا دخلت على النت وقلت إيه الكيميكال كونتنت، كونتنت هيقول لك هتلاقي بقى نيكل وكروم وليبدنم ومغنيسيوم قصص بقى. فهتلاقي الريت بتاعها 0.6 يعني تقريبا 1 على 300 أو 1 على تاني 1 على 350 من الرقم. يعني دي هي الفكرة إن المادة دي مور هارد عشان التآكل بتاع الكافيتيشن ما بيخش فيه. بس المور هارد دي ثمنها غالي والماشين اللي بتاعها غالبة، يعني الاثنين مع بعض. فأنا عايز أقولكم على محطة الري اللي كانت في ترعة السلام المبنية في الستينات، كنت واقف وسامع صوت فبقول لهم أخبار التآكل إيه؟ ما فيش تآكل لأنه معمولة من ماتيريال هارد، فهي معمولة من ماتيريال من ماتيريال. أيام العز بتاع الاتحاد السوفيتي بتاع زمان كانت حاجات كلها ببلاش عندهم. أوكي، هنروح لتأثير السبيد أوف روتيشن. تأثير السبيد أوف روتيشن على الـ MV6R، كل ما زودت السرعة، كل ما زودت السرعة إيه اللي بيحصل؟ قيمة MV6R بتزيد. وكمان فلوريد كارمبر بيزيد عندك، والإفشنسي بتتأثر. فيعني خلي بالك معناها لو حصل كرتيشن ممكن تقلل السرعة. يعني هنا ما فيش مشكلة. طيب أنا دلوقتي إيه ده؟ أنا دلوقتي بشتغل مع بامب، والبامب معرضة للكافيتيشن. البامب بتضخ ليكويد قريب من الساتوريشن تمبريتشر. كلام واضح؟ يعني ايه كلام؟ يعني احاول البساطه خالص. البامب اللي بتدخل الميه للبويلر بيسموها بويلر فيد بامب. درجه حراره الميه وهي داخله البويلر قد ايه؟ يا خلي بالك جايه من كوندنسر وعدت بعد كده على ايه؟ قولوا لنا مش خدتوا الكلام ده في الباور ستيشن وفي السايكلز؟ ها؟ 40 درجه قبل ما تخش على البويلر بتعدي على ايه؟ الفيتوناهيد. يعني شوف الكلام ده فوق 50 سنة. فاكر في حاجة اسمها دي ايريتور وحاجة اسمها ايكونومايزر. ايكونومايزر فيتوناهيد مش كده؟ كل دول يعني ايكونومايزر بالذات بيرفع درجة الحرارة، يبقى المية داخلة عنده سخنة وقريبة من الساتوريشن تمبريتشر، يبقى في احتمال ان هي تتبخر. لو دخلت المية دي دخلت البامب بتاعت البويلر ممكن تتبخر جوه تحت الكافيتيشن. ما اقدرش اقول له روح برد الميه، لما هيبرد هيبقى عايز زي التبريد بمبلغ وقدره، وبعدين هيرجع يعوض الكلام فيه واللي يحطه في البويلر. يعني عمليه اقتصاديه مش تمام. فابسط حاجه نقول له ما دام انت معرض للكافيتيشن يبقى هنفكر لك في التفكير. برضه انا عايز اقول يا جماعه اللي بيتعاملوا مع الليكويد فايف الجاز، الغازات اللي هي الليكويد فايف، أما يعني مثلا هقول لك في حاجه ليكوفايد ناتشرال جاز، بياخدوا الغاز الطبيعي بتاعنا ده ويسيلوه، وبعد خوف احنا بنبعث البامبس. البامب دي الليكويد وهو داخل جوه بيحصل فيه احتكاك، فالحراره بتزيد، يبقى في احتمال انه يحصل فيه فيبر فورميشن، او زي ما قلنا عند نقطه 4 الضغط بيقل فيحصل سيباريشن للغازات الدايبه قلب الليل. يعني اذا الفيبر فورميشن موجود ومحتمل، ما تقدرش تقول له برد اكتر، تبريد في حاجات زي دي مكلف كده. فابسط حاجه هنقول نستعمل حاجه اسمها انديوسر. يعني ادي البامب بتاعتنا اهي اللي بيحصل، اللي انا متوقع ان يحصل فيها كابتيشن، بس انا بطلبها ويز انديوسر. بطلبها ايه الانديوسر ده؟ عبارة عن زي ما انتم شايفين مروحة هي بنقول عليها بروبيلر بامب سيارة، زي الرفاص بتاع المركب أو زي المروحة بتاعة الهواء بتاعة أكسل في المطعم صغيرة كده. بدخل فيها المية ضغطها بيزيد، أو بدخل فيها ليكويد ضغطه بيزيد. بدل هنا ما ياخد ضغط دايركت من بره أتموسفيريك، لا صاحبنا ده هيزود له الضغط 2 3 متر. يبقى كأن أنا رفعت الضغط اللي جوه وإيه وحميت البامب الأصلية بتاعتي من الكافيتيشن. كلام واضح؟ واحد يقول لي طب هل ممكن يحصل كافيتيشن؟ يحصل فيه، مش مشكلة. ده خط الدفاع الأول بتاع لو حصل فيه كافيتيشن واتاكل حرميه وجيت واحد تاني.
يعني الثمن وبالنسبه للبام واحد، بس في الاصل انت تطلب البام ويز انديوسر. ليه؟ لان شايف المنطقه دي صغيره قوي عشان تحط فيها كل ده. اوكي، يعني هو ده بيستعمل لو كان البام بتاعتك معرضه في الفورميشن او الكابيتيشن. تعال نشوف عمل ايه الـ يعني المنظر ده بيوري لك توزيع البريشر زي ما احنا شايفين في قلب البامب. الازرق ده بيوريك توزيع البريشر، ده البريشر اللي داخل، وطول ما انت ماشي وبعدين بينزل في نقطه طبعه اللي هي هنا وبعدين بيطلع. والاحمر ده بيمثل لك الفيبر بريشر. لسه انا عندي في الرسمه دي اقل فيبر بريشر اكبر من فيبر بريشر، ما فيش مشكله، ما فيش كابيتيشن. هناخد وضع ثاني. الفيبر بريشر عادي، درجة حرارة عالية شوية إذا أنت بتروح فيها الليكويد بتاعك. أوكي. آدي الأزرق ده بيمثل لك بريشر جوه أهو. نزل أقل ضغط بقى أقل من الفيبر بريشر. يعني على طول هتتأكد إن في فيبر فورميشن هنا، وبالتالي بقى مشكلة الكافيتيشن هتبدأ تظهر. يعني الوضع ده فيه كافيتيشن. صحيح ان السكشن بريشر بريشر المايه داخله بيه اعلى من الفيبر بريشر، لكن جوه الامبلر الضغط بيقل وبالتالي يعمل لك كابيتيشن. تعالى كده نشوف. حط بقى هو الانديوسر. الانديوسر عمل ايه؟ برضه الضغط بيقل فيه وبعدين بيزيد. يبقى انا كسبت الضغط، الحته دي كسبتها مش كده؟ زودت الضغط بالطينه. تعالى كده نشوف. هنكمل الحته دي، زياده في الضغط بتاع الاندوسر، وخدنا من الضغط العالي نزل برضه الضغط، بس النزول بتاعه ستيل المينيمم اعلى من الفيبر. يبقى المقارنه بالسلايد اللي فات، السلايد ده على طول هتقول ان الاندوسر رفع الضغط جوه خلاه اعلى من الفيبر بريشر، يبقى انا تركت الكابيتيشن. برضه هنا الكيوم مع الـ MVCHR طبعا with inducer without inducer. with inducer هو زودني MVCHR، لا سوري قلل لي MVCHR with inducer. without inducer MVCHR كان أعلى، يعني لما تركب inducer MVCHR بتاعتك تبقى. هنشوف بيتحط فين inducer زي ما انت شفته قبل كده. آدي الفامب كانت سنجل ستيج، وادي الفيلر او بتركبه قبليه على طول بتحط الانديوسر كده. في سؤال انا عندي بعض الابلكيشن بنستعمل مالتي ستيج بامب. حد فيكم معاه مشروع ديسيمينيشن تحليه؟ حد باور ستيشن؟ يعني عايز اقول البويلر في بامب نوعها ايه؟ هتلاقي بتدي لك بريشر عالي بتبدي تعرف تبقى مثلا 50 بار وطالع، خلينا نقول لك بتبقى مالتي ستيج. يعني ايه؟ يعني يبقى على الشخص في اكثر من امبلر، ادي واحد اثنين ثلاثه ممكن يبقى عندنا تحت في المعمل تحت في بامب جايه من شركه جرانفورد بتاعت التحليه. البامب بتاعته بيحتاجوا مثلا 60 بار او 70 بار، يعني 70 60 600 700 متر. ما بيقدرش نجيبهم من سنجل ستيج، بيخلوهم مالتي ستيج. الستيج الاولى بتدي للثانيه للثالثه الى اخره. فانا عايز اقول دي موجوده في البولر في البامب، وموجوده في طرقات كثيره. البايب لاينز الكبيره شركه زي سومن عندها مالتي ستيج بامبس في العز. فانا عايز اقول ان هو الميه بتدخل على الفيرست ستيج وتطلع من الفيرست ستيج تروح على السكند ستيج وعلى الثيرد الى اخره. يعني انا عايز اقول لو كانوا كلهم باصين لبعض كده، باصين للناحيه دي، لو الواحده منهم بتديني 50 متر، ما انا عندي 10 ستيج متركبين على الشارع. يبقى اتوقع البامب دي تديني 500 متر. في فلانجه واحده هي مش باينه هنا، وفي فلانجه واحده للايه؟ للطرد، يعني المفروض في واحده للسحب هتبقى هنا. انا عايز اقول انا باخد 500 متر، لكن انا بخص جوه ان الضغط جوه عمال بيزيد من الستيج للثانيه، مظبوط ولا لا؟ يبقى اي واحده فيهم هتبقى معرضه لكابيتيشن. الاولاني قال فيها اقل ضغط، فبيحط عليها اذا كانت دي مثلا بتطخ لي ميه بتاعت البويلر
أو شغالة على الكوفايد ناتشر أكلاس يبقى تحط لي اليوسف في الأول. أوكي؟ أي سؤال أبنى. أي سؤال؟